الجدال الخصومة إذا كانت على أمر دنيا، الحج يعني جهاد يحتاج إلى صبر، احتكاك الناس وازدحامهم، فتعرض الإنسان أمور قد تنرفزه قد تغضبه، فهنا الواجب عليه يعني حتى نستطاع أن لا يرد الإساءة بالإساءة وإن كان معذور له بذلك أن لا يفعل. إن الله يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها. طيب لو جادلك أحد واعتدى عليك، حاول أن تضبط نفسك، لا يعني لأن ليس لك حق بذلك، ولكن حتى تضبط حجك. هذا نحو ماذا يا إخوان؟ الصائم إن قاتل أحد أو سابب أحد يقول إني صائم حتى يحافظ على صيامه، فكذلك لا تجادل حتى تحافظ على حجك. وسبحان الله الحج يعني مظنة للجدال، ازدحام، حر، ثقافات مختلفة، نفسيات، هذا متأخر، هذا ضايع، هذا يسرق، هذا يعتدى عليه، قد يكون مع نساء، قد يأتي واحد يخبط به، قد يفرق مجموعته. فاحتاج هنا الأمر إيش يعني الوصية بعدم الجدال، لأن الحال مظنة لأن تقع خصومات وجدالات أو مجادلة، فأضبط نفسك ما استطعت ذلك سبيلا، وتذكر أنك في حج. نعم.